ما سمعناه من وزير خارجية دولة الاحتلال المغربية ليس بالجديد، ونفس الموقف الذي سمعناه مرارا وتكرارا ولا نعيره أي أهمية، ولكن السؤال بالفعل هو إلى أي مدى يؤثر مثل هذا الموقف على مهمة السيد ستيفن دمستورا؟ وأعتقد أن الجواب ينبغي أن يأتي من السيد ستيفن دمستورا، ولكنه على كل حال هو تأكيد آخر على عدم امتلاك دولة الاحتلال المغربية لأي إرادة للتقدم باتجاه الحل السلمي.